كيفاش تشوف ان شاء الله اللقاء المقبل؟ طموحات صباحات كبيره، فقلت بانه الانجاز اللي حققته انجاز تاريخي، فرحه كبيره. الجمهور المغربي الان خارج، كنا بكينا، كنا تفاعلنا معكم، تبارك الله عليكم. الحمد لله اولا على هذا الانجاز التاريخي اللي كيبقى، اللي غادي نفتخروا به اعوام وسنين مع وليداتنا، مع عائلاتنا، مع الشعب ديالنا اللي دائما كان في ظهرنا. بغيو نشكروا الجمهور اللي دائما كان السند ديالنا من اول مقابله، كل اللاعبين، جهاز فني، اي واحد ساهم في هذا الانجاز الا كان بغيو نشكروه. الحمد لله. قول لهم شكون حنا.